في السماوات رنة وعويل مذ بها قام ناعيا جبرائيل أصبح الكون داج اللون حزنا فهل المرتضى يا علي قتيلوا قتلوا في الصلاة من ليس للأعمى إلا به يكون القبول خضبت منه شيبة وهو في المحراب عن ذكر ربه لا يحول يا ربيع الأيام من للأيام يا ربيع الأيام من للأيام واليتامى إن غاب عنها الكفيل والله أبويا يا ظلت يتاماكم على الباب والله على الباب يا بجاغ العيد بويا تريد الثياب والله وحش العمر بعدك لا حلو طاياب علي الليل مظلم والقمر غاب يا أموت ولا أشوف انهر زي يا أموت ولا أشوف انهايا يا الرزي والله يتامى من بعد عينك بقينا بقينا اجانا العيد هالمجبل علينا يا اجانا العيد هالمجبل علينا يا علي يا علي يا علي يا علي يا ابويا يتامى من بعد عينك بقينا جانا العيد المجبل علينا وعنا بيتامانا وبجينا اش حال زينب بهذه الرزية تقول له سالم 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 يا ابو يا ريت سالم والله مغنى بطيب نومك والله سالم سالم يا ابو يا ريت سالم راعي اليتامى اليوم نايم والله يا زينب قربت حيدر وفاته والله وفاته وصارت طبرته بلحظة صلاته تقل ابويا يا علي ابويا يا علو معلى صفاته راعي الابو من نص بناته والله لو صاح لابويا اشعلاته شلونك 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 يا ابو زينب شلونك ابويا يا علي شن شايل حجي ابويا بعيونك ومن خطف يا ابو حسين لونك ابويا يا ابويا يتام ضلينا بلاياك والله بلاياك ونندب يا علو ما يوم ننساك يا ابويا نروح كل عنا فداياك ثم قام إلى الصلاة والدعاء إلى أن غفت عيناه فاستيقظ فنادى أولادي يا حسين يا
حسين يا زينب يا حسين يا حسين يا زينب يا أم كلثوم. أجلسهم الإمام من حوله وهم يبكون، والله قعدوا وقعدوا يم أبوهم الدمع عيال، وبجت زينب بعبرة تنزل جبايال، بعيد البلا من الدار تنشال، اليتامى بلا أبو تبقى ذليلة يا أبوي، ومن تنوضم يا متجدكيلة. والله يا والدي الطيبة سجاياك سجاياك، شي صبرني أبوي خلاف عينك، بظلال فيك جنت وحماك، يوم الذي ما أشوف عينك ما حسب أبويا من العمر ذاياك. أبويا إجانا العيد إجانا العيد مو مثل اللي يعيدون، الأخوة والأبو كلهم يقعدون، بويا يا علي يا نور العيون، والله بويا يا علي يا نور العيون. يا وحشة الدار من بعد كرار، راع المحنة وعزنا وفخرنا، يا شمعة الديار يا نور القيامة، يا راعي الأيتام ظلت يتامك، يا راعي الأيتام يا سيف الإسلام ظلت يتامى ياك تنتظر ملقاك، بعدك يا داعي الباب من يرعى اليتامى، انتو بقى المساكين بس تهمل العين، ومن غاب بهم غايب عليهم، والشفاهم الكرار ما غير ابتسام. صعد إلى المنبر ليؤذن لنافلة الفج، الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. وبعد أن انتهى من الأذان نزل إلى المأذنة وهو يسبح لله ويكثر من الصلاة على النبي، وأخذ يتفقد النائمين حتى وصل إلى ابن ملجم وهو نائم على وجهه، فقال له يا هذا قم من نومك فإنها نومة الشيطان، نومة يمقتها الله ورسوله. وعندما رفع رأسه من السجدة الأولى تقدم اللعين إلى الإمام وضرب الإمام على رأسه الشريف، فوقع الإمام إلى جهة الأرض مناديا فزت ورب الكعبة، لقد قتلني ابن اليهودية. ضجت الملائكة في السماء وهبت ريح سوداء مظلما، ونادى جبرائيل بين الأرض والسماء يا تقدمت والله أركان الهدى.
انفصمت والله يا العروة الوثقى انطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى قتل علي ابن عم المصطفى قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء رحم الله من نادى وإماما ويا علي يا ثم خرج الإمام الحسن والحسين مسرعان إلى المسجد وهم يناديان وأبتا وعلي يا أبو يبقي أنا من بعدك يتامى يتامى يا أبويا اللي العقبك ما ننامى يا أبويا الدهر صوبنا بسقامة أبونا تشان خيمة وشمعة بالبيت وحش البيت يا أخويا بليا ولو طب الأبو لو صاح أبويا والله يا علي يا علي يا علي يا أبويا نفز من نومنا وكنا نتلقى أبويا يتام من بعدك بقينا والله أبويا يتام من بعدك بقينا وبعد راعي الأبو ما نقعد ويا جلس عند رأسك الشريف الحسين عن يمينه والحسين عن شماله والإمام يلوج في محرابه والدماء تسيل على وجهه وشيبته نظر إليه ما بكى وضع الإمام الحسين وضع الإمام الحسين في حجره يمسح الدم عن وجهه فك عينه فك عينه وشاف حسين يمه والله يبكي ويغل دمعة على دمعة خط صدره على صدره والله حط صدره على صدره وحيل شمه يا ابن الآن أنت الآن تشد جرحا واحدا من أبيك فكيف بك في يوم عاشوراء إذا أصابتك جراحات عديدة وإذا بطفل صغير جلس في باب المسجد وهو ينادي أبي وعليا وإماما أبويا العيد والله أبويا العيد لو بين غلالك والله غلالك البيت تتباشر أطفالك والله أطفاله وبوهم يتشلشل على عياله ثم قام الإمام قال بني حسن صلي بالناس وبعد ذلك أمر أن يحملوه إلى منزله وإذا بزينب واقفة منتظرة في باب المنزل لما نظرت إلى أباها وهو محمول على الأكتاف مخضب بدمه فاندهشت ونادت بصوت حزين والله ونيت ونادت يا المجبلين يا المجبلين الشاعلين وياكم منين أسمع عظم صياح ونين خوف جت العادية الطيبين لما سمح الحسن وعزين صاعوا يا زينب زيد لونين صاعوا يا زينب زيد لونين أبوك نطبر وبراس نصين عقمك يا أبويا وجوهنا وين والله عقمك يا أبويا ايوه يا وجوهنا وين
ثم عرق جبينه فجعل يمزح بيده وغمض عينيه ومدد رجليه وأسبل يديه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قضى نحبا مظلوما شهيدا صابرا محتسبا رحم الله من نادى وإماما وعليا يا 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 أبونا 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 انقطع صوته وغمض العين والله أبونا انقطع صوته وغمض العين ومد للموت جسمه ويعدلوني والله لونين ابن ملجم لغانا يخدمني وصابه براسه بسيف المنية وصابه براسه بسيفي